اهلا وسهلا ومرحبا بكم. سمحوا لي مجبده في الشمس مورا الغدم بحال شي قطه الشميشه هنايا في البارك. بقيت هاد الغدا هادي تهديت بعدا وندردش معكم شويه. غادي نرجع دائما لموضوع اللجوء والهجره. لاحظت بزاف ديال المغاربه ما تيفهموش شنو هو اللجوء. تيصحاب لهم اللجوء بحال شي واحد هاجر ومشى لشي دولة وصافي راه تيخدم وتيجمع الفلوس. وكتبت واحد البوست في فيسبوك زعما كنهضر على انني انا واحد الانسان ما عنديش لونغلي ديالي ما قوياش، يعني كنهضر ولكن معكله يعني. واخا قريتها وكنت مجهده فيها في الثانوي وفي الرباط كنت مره كنمشي للسونتر امريكان ندير 3 شهور 4 شهور 5 شهور ولا مشي، ولكن ما براتيكيتش لونغ اللي ما استعملتهاش، يعني ما تحطيتش مده طويله في بلايص اللي كان مفروض عليا نهضر غير بالانجلي. يمكن نمشي عطال شي بلايص كنهضر بها واحد شويه وهذا وصافي ما علينا. دابا المشكله ان الناس كيعتقدوا بان اللاجئ بحالو بحال المهاجر. اللاجئ دائما الا كان لاجئ حقيقي وعنده قضيه هي اللي دفعته علاش طلب اللجوء، فهو خرج من بلاده على ود الحريه وعلى ود الكرامه وعلى ود الامن. بالنسبه للمراه على ود وضعيتها كامراه، وضعيتها لانك تعرفوا المجتمعات ديالنا بالنسبه لهم المراه كوني كي اللي ما دايرش الحجاب كي اللي يدير الحجاب بحال الجسد الانثوي هو دائما محط ديال النظره الذكوريه تما المراه براسها. حيت المراه اللي تدير الحجاب راه هي عندها نظره ذكوريه لراسها وما عندهاش نظره انثويه، عندها نظره ذكوريه. علاش؟ لان هي متفقه على النمط الذكوري اللي كيقول بان الجسد المراه خصو يتستر لانه عوره، ما عندهاش معنى اخر. ما كاينش وحده دايره الحجاب حيت الحجاب على مود حيت ستيل، داكشي ستيل ديال اللباس ولا هادي ما كاينش. مازال اللباس التقليدي المغربي مثلا جلابه ونقاب الحايك الملحفه داكشي كيدخل في اطار الثقافه ما تقوليش. وحتى اللبسه التقليديه ديال الاثنيه ديال الدول اللي منتشر فيها الاسلام ولا غير الاسلام، حتى دايره داك الزيف والحجاب. داك الحجاب جابوه الاسلاميين ماشي حتى المسلمين، حيت راه المغرب كان مسلم من القديم اللي دخل فيه الاسلام هو مسلم. كانوش مواطنا وجداتنا وجدات جداتنا ما كانوش دايرين الحجاب، كانوا اللي هذا راه كلشي كاين. الناس راهم كانوا عايشين في الجبال وفي الصحراء وفي السهول. المراه كانت كتخرج بعض المرات راسها عريان كتمشي تحطب كتمشي تفلح كتمشي تدير كلشي. هذوك العائلات كانوا كيخرجوا يخدموا بطبيعه الحال، كانوا دوك العائلات ديال الطبقات ديال الاعيان والنبلاء وهذوك راه كانوا جالسين في ديورهم وعندهم الخدم والحاشم والعبيد وما كانوا يحتاجوا لا يديروا حاجه، حتى الحمام عندهم في الدار كلشي. انا كانوا كيبغيو يسافروا راه كيركبوهم رجالهم في دوك العربات ولا شنو هما من بعد بنت الطوموبيل وهكذا. اذا ما هذا جانب. ثم الجانب ديال الحريه، حريه التعبير بالنسبه للمراه. الا كانت عندها حريه التعبير هي كتامن بحريه التعبير وكتمارسها كتكون متعرضه للاضطهاد اكثر فاكثر. موضوع الجنس والدين والسياسه تكتب عليهم المراه كتولي معرضه اكثر من الرجل للاضطهاد ولا يعني المجتمع كله كيولي متحمل عليها بما فيهم كيقول المراه اللي بحالها واسرتها الى اخره. فانا بغيت نقول لكم بان انا بعدا شخصيا كلاجئه انا ما جايش لكندا باش نجمع فلوس. واش دابا بنادم عنده عقل؟ وحده عندها فوق 50 عام دارت اللجوء، جات لكندا ودارت اللجوء، واش انا كون بغيت ندير الفلوس علاش ما مشيتش مع راجلي؟ بغيت بنتي في 88 مشى للطاليان باش نمشي معاه. كنت نقرا ديك الساعه في التخوازيام اني ديال الاجازه، قلت لي انا بقى عندي الاجازه وانا مناضله في الاتحاد الاشتراكي. جاوني فرص كثيره من بعد كون بغيت نقلب على الهجره كون مشيت ملي كانت اوروبا شحال ديال الدول كانت بلا فيزا، طاليان سبغليون الى اخره. ثم انا كنت بغا نمشي نقرا
ولكن الوالدين وقفوا في الطريق يعني مورا الباك ومن بعد الدك. وفاش تزوج اذا فاش تزوج في 85 في 88 راجلي السابق مشى لطاليان باش يمشي معاه. المهم هو رجع هو للمغرب، ولكن انا ما باش نمشي وما كانش عندي فكره الهجره. ومن بعد من دخلت للتعليم وخدمت 9 سنين في المدرسة العمومية، عاوتاني مشيت للمدرسة الفرنسية في إطار وضع رنا إشارة، المدرسة الفرنسية في المغرب بطبيعة الحال. كنت كنخرج كناخد فيزا شنغن كنمشي لأوروبا، ما كخلي فين نمشي، ولكن ما عنديش فكرة الهجرة نهائيا. كنت كنقول أنا عندي الدور في بلادي، أنا مناضلة كنت في ديك الساعة في الاتحاد الاشتراكي، النقابة، في لامطياش، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. من بعد خرجنا من الاتحاد الاشتراكي مع الشبيبه، مشينا للوفاء الديمقراطيه، مشينا اسسنا الاشتراكي الموحد والى اخره. كان امن، وليت استاذه الى اخره، وعندي طفله ومن بعد وبنتي قرات ومشات واختارت المسار ديالها. ولكن انا ما عمري فكرت في الهجره، وحتى وصلنا ل 2013 بعد الاعتداء الاول ديال اختي عليا في داري. وصلنا ل 2014 و 2015 الاعتداء ديال وزاره التربيه الوطنيه بعد من اختي. وجاتني فرص في 2000 ملي كانت ديك القضيه ديالي دايره ضجه كبيره في 2015 جونفي 2015. عرفتي شحال ديال الصديقات بعدا غير النساء صحاباتي في العالم كامل، في اوروبا، سويسرا، فرنسا، ايطاليا، هولندا، بلجيكا، كلهم تيقولوا لي ياك كتاخدي فيزا دفعي الفيزا، الا ما كانت مساليه ليك فيزا خدي فيزا واجي عندنا بيتك موجود ودفعي، راكي واحد القضيه باقا سخونه دفعي اللجوء راه تاخدي سير بلاص. كنقول لهم لا، انا ما تخلقش اللي خرجني من بلادي، الا كانت هذا الاعتداء ديال اختي غادي يفعني يخرجني من بلادي، انا بلاصتي في بلادي الى اخره. المهم داز عليا ما داز، مشيت ناس شهر في مستشفى الامراض العقليه والنفسيه في الرازي بسبب نتائج ديال داك الاعتداء. ثم قررت ملي رجعوني في الثانوي في 2016، خدمت 2015-2016 في الثانوية أبي بكر صديق بالرباط. ومن بعد هذاك العام طلبت انتقال إلى زاكورة، ماشي الوزارة دارت لي تنقيل تأديبي، أنا اللي طلبت نمشي لواحد المنطقة فايت لي زرتها، الناس مكالمين هادئين، السلام ولابي إلى آخره. طبيعة الحال انا ما دافع عليا داكشي اللي وقع لي كامل، ما دافعش عليا الحزب ديالي اللي هو الاشتراكي الموحد اللي كانت على راسو الا لهم نبيله موني بالمراه، ما عمرها سوقت ليا ولا خسرت عليا شي ميساج ولا ضمنت معايا ولا. وكنت عضو المجلس الوطني للاشتراكي الموحد منذ تاسيسه في المؤتمرات الثلاث حتى الحدود المؤتمر الرابع اللي ما حضرش ليه، اللي كان في 2000 كان في 2018 ولا مع 2019 في الرباط. اذا تخيلوا الحزب تخلى عليا نهائيا، ما كاين لا بلاغ اعلامي لا تضامن لا حتى شي حاجه، وانا كناكل العصا من عند اللوبي ديال العداله والتنميه في الوزاره، واعتداء ديال الاخت ديالي اللي هي في العدل والاحسانيه وراجلها وما تبقى من العائله، انهيار نفسي وتوقف لاجره، درجه اعلاميه قد سقط. لا الحزب ولا النقابة، نقابة صراحة النقابة الوطنية للتعليم تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل داروا موقف نبيل خصوصا المكتب الوطني. من بعد نرجع ونذكر يعني المناضلين اللي دخلوا تكلموا مع الوزير، كان ديك الساعة داك الوزير اسمي داك الوزير اي بداو تيتنساو لي السميات صافي، بالمختار. وكان محمد يتيم هو الكاتب العام للوزارة ديك الساعة، وكانوا مصرين باش ندوز في مجلس تأديبي إلى آخره. من بعد مشيت لزاكورة، زاكورة وقع لي فيها مشكل أكبر، لأن طوعت العلاج واحد التلميذ واحد هذا ومتقمو، يعني هذوك العدالة والتنمية ديما حاشين راسهم، هما والعدل والإحسان عاشين راسهم في الوزاره، والناس اللي بحالي خلقوا لهم مشكل وسحب لهم زاكوره راه جايه باش ندير مجد سياسي مع صحابي الاتحاديين تما. ولكن انا ما كان عندي غرض لا بالعمل السياسي لا بالعمل حتى شي حاجه، ولكن طحت قدام او طاح بين يدي داك الميت وداك التلميذ ما قدرش نتخلى عليه.
فانتقموا مني عرفتي داك العذاب الشديد وان الله لا شديد الانتقام داكشي اللي داروا لي بقاو كيديروا عرفتي تحت العقوبات تحت العقوبات وقفوا الاجره هنا بجي تاديبي استفسار تنبيه كما كل قوكن علقوني في شي نخله تما وصلبوني نولي انا هي المسيح الجديد بقيت كنتقاتل تما عاوتاني رجع لي النير العصبي ومشيت شفت الطبيب المهم بقيت الدواء وهادي توقفت على الخدمه في 2000 في ألف في الاخر د افريل عطله افريل 2018 مشيت طلعت للرباط ما بقاش عندي الاجره مشيت كنبيع التمر عاوتاني وليت كنبيع القناضر حتى رجعت لي الاجره ديالي من بعد سنه شكر موصول كاع الناس اللي كانوا ضامنوا معايا في ديك الفتره خصوصا رئيس ديال سميتها مديريه الموارد البشريه السي محمد الزرهوني وكل الناس اللي دخلوا اللي كنعرف واللي ما كنعرفش وطبيعه الحال الا الاشتراكي الموحد اللي لله نبيله وعصابته كون صابوني كون راني بحالهم ولاو بحالهم بحال الخوانجيه يعني ما كرهوش كون شافوني كون راني مصلوبه وكون راني حمقى ولا يعني داك باش يقولوا عبره لمن لا يعتبر. ولهذا هذا الفيلم كامل ما يمكنش انني جيت على بسببه بلا ما نهضر على داكشي اللي وقع لي ملي مشيت لبني ملال هرب من العافيه طاح في البير هربت من زاكوره مشيت لبني ملال طرا لي ما هو افظع وهذا هو اللي كاع النقطه التي افاضت الكاس. وديك الساعه صافي مشيت كنقرا على اللجوء وداكشي مزيان وكندخل الموقع ديال كندا ديال الاميغراسيون سيتويان دي ار اف جي وكنشوف الشروط كلها وديك الساعه كانوا عندي الفلوس لان رجعت لي الرابيل ديال عام كامل رجع لي الرابيل ديال عام كامل رغم انني انا رفعت دعوه ضد وزاره التربيه الوطنيه وربحناها صراحه ربحت حتى جيت لكندا الفضل كيرجع الاستاذ محامي الاستاذ منير العلوي البلغيتي منير البلغيتي عفوا ومن بعد شنو اخر صافي ديك الساعه صافي جيت فحالي طلبت وبعت لابارطمون اللي كانت عندي في الرباط ورجعت الفلوس للبنك وصافي وجيت لكندا فيزا فيزيتور طلبت اللجوء وجيت بديت كنتبع الاجراءات الى اخره واحد 3 سنوات ما سهلاش لو بغيت نعاود لكم على تفاصيلها وتلاقات مع الكوفيد غادي خصني ندير لكم مسلسل وكان انا ما عندي دابا مشكل انا يوتيوب صافي تصالحت معاه غنبقى ندير المسلسل. لذلك فرق ما بين واحد هاجر فيزا ترافاي ولا فيزا ريزيدون باش يجمع الفلوس باش يدير مستقبله ومستقبل وليداته يعني ما عندوش مشكل مع اي طرف في المغرب لا مع العداله لا مع القضاء لا مع المجتمع لا مع الاسره لا مع الخدمه ديالو اللي كان فيها لا حتى شي حاجه. انا عندي مشكل كبير مع المغرب ما عنديش مشكل مباشر مع البوليس لانني انا ما عمري تعرضت لاعتقال ولا اضطهاد الامني ولكن تخلت عليا الدوله لان ملي حطيت شكايه بالاخت ديالي والزوج ديالها ما تحرك بالعكس حركت الايه ديال الرشوه وقبروا الملف باخت ديالي الصغيره امال بوشكي واللي هي مفوضه قضائيه وبحال بقيت بحال هذيك اللعبه ديال هما فلتوا من العقاب وانا بقيت كناكل العصا من جميع النواحي نفسيا ماديا اسريا اجتماعيا كل شيء وبقيت كنبان انا هي اللي ما مزياناش في نظر المجتمع بقات كتلاحقني ديك الصوره الى اليوم الى اليوم الناس راه ما فاهمينش وكاين اللي ما كيصدقش كاع هاد القصه لان الاعلام ما تسلطش الاعلام تسلط غير علي انا ما تسلطش على الاخت ديالي والزوج ديالها والاخت ديالي الاخرى والام ديالي اللي هما المجرمين هما المجرمين المجرمين الحقيقيين هما اللي اعتدوا عليا هما اللي هجموا عليا في داري هما اللي حاولوا يقتلوني هما اللي داروا هادشي كامل فكتعتقد وحده داز على هادشي كامل هاد الدكاكه كامله ومازال غادي مازال زعما غتجي لكندا باش تبقى تجمع الفلوس ودير واحد قال لي كتربحي 25 دولار في الساعه ماشي شي حاجه رجعي للمغرب اخويا ربح غير 15 دولار وبارك عليا وراني خدمت ب 15 دولار وعشت بها مزيان ساكنه واكله شاربه مخلصه لي فاكتور ديالي كلشي ما عندي حتى مشكل انا هنا باغا السلام لقيتو باغا الامل لقيتو باغا الحريه لقيتها صحيح انني ضاع مني بزاف الحوايج اللي هما الحب ديالي المغرب الارض اللي كنت باغا نبقى عايشه فيها ونموت فيها واخا نمشي نتسرى
العالم كامل، بغيت بهذيك البلاد ديالي نعيش فيها. مشى مني ديك الرغبه، مشات لي الرغبه ديال انني كنت كنامن بانني عضو فاعل في المجتمع حتى خارج الاطار السياسي والنضالي. هناك الف والف طريقه للنضال، خصوصا مع الاطفال والشباب والنساء. كانت عندي احلام كثيره، خصوصا باش مشيت لزاكورا كنت باغا نحققها وناخذ تقاعد نسبي في 2021 وندير اشياء كثيره لبلادي ونصل من طاقه بعيدا عن عن عن, عن, عن الاحتجاج السياسي، لان ما بقيتش صافي اش بقى عندي في الشراك الموحد. ولات فيه وحده كتجري علينا ومراه كتقلب على الاداء. بالمناسبه نبيله موني بقى ما عطاتني، ما بغاش تعطيني شهاده على انني كنت انتمي للاشتراكي الموحد، ورغم انني انا عضو مؤسس. فالمهم هادشي كامل راه خصك تحيد من بالك بان اللاجئ راه مسار اخر، لا علاقه له بالمهاجر. المهاجر راه كيجي كيجي نيشان ورقه مقاده، مسائله مقاده، كيقطع بيا يمشي لبلاد وقت اللي بغا. انا ما عنديش الامكانيه باش نمشي لبلادي، لان حتى الباسبور اللي غادي يخرج ليا المؤقت ما كيعطينيش الحق باش نمشي للمغرب، تيولي عندي باسبور كندي وجنسيه كنديه. هذا ما كان. دونك لذلك يا صديقاتي يا اصدقائي، خصكم تعرفوا بان راه يا راه اللاجئ او اللاجئه ماشي هو المهاجر او المهاجره. وتحياتي، نتمنى نتلاقاو في فيديو اخر. كتبوا الاسئله ديالكم اللي بغيتوا نجاوبوا عليها.